اهلا وسهلا فيكم متابعينا، يسعد صباحكم بحلقه جديده من برنامج معكم في رمضان باليوم الثامن من شهر رمضان المبارك. تقبل الله طاعتكم وصيامكم باذن الله تعالى. بحلقتنا اليوم ومثل ما خبرناكم الاسبوع الماضي رح نحكي عن موضوع له علاقه بمرضى القلب، وهل بإمكانهم أن يصوموا، متى يجب أن يتسحروا، متى يجب أن يصوموا، ما هي العلاجات التي يجب أن يأخذوها. كل هذه التفاصيل بإذن الله سنناقشها مع الدكتور عادل عارف، وهو استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والقسطرة القلبية. وأيضا سنتحدث بالقسم الثاني من برنامجنا معكم في رمضان حول موضوع مهم للغاية وشيق صراحة، وهو كيفية ضبط وتقوية الإرادة وأيضا ذواتنا خلال شهر رمضان المبارك مع الخبيرة الاجتماعية الأستاذة نورة نحاس. لكن بداية بدي أخبركم أنه فيكم تتواصلوا معنا أكيد عبر الأرقام 0350-03416 و0350-03417. فيكم تتواصلوا معنا مباشرة أو حتى نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم من خلال بثنا المباشر على الفيسبوك واليوتيوب. نحن جاهزين لأي تعليق وأي استفسار مباشرة لنطرحه على الدكتور الموجود معنا وضيفنا بالاستوديو. بداية متابعينا خلونا نتابع تقرير قصير عدته الزميلة مجدية كريمة حول الأعراض التي يمكن أن تواجه الصائم، الأعراض الصحية. نتابع ومن ثم نعود. قديما قيل المعدة بيت الداء والدواء، وقد أثبت العلم الحديث صحة هذا الأمر إلى حدود كبيرة جدا، إذ إن ابتعاد الإنسان من الأسقام ودوام سلامته الجسدية مرتبط ارتباطا وثيقا بطريقة تناوله للطعام واعتماد آلية صحية في توزيع الوجبات الغذائية. وفي شهر رمضان المبارك تكون لهذه القضية درجة قصوى من الأهمية، وعلى أن للصيام الكثير من الفوائد العائدة على أجسامنا، فمن الممكن أن يتعرض الإنسان لبعض المشاكل الصحية التي تنشأ نتيجة عدة أسباب، منها التغير المفاجئ في النظام الغذائي ومواعيد الوجبات والعادات الخاطئة لتناول الطعام، أو الاضطرابات النفسية التي قد تصيب الصائم بسبب الجوع والعطش. في هذا التقرير سنسلط الضوء على مجموعة من المشاكل الصحية التي تواجه الصائم في شهر رمضان. أولاً الإمساك، ويحدث نتيجة لتناول أطعمة متكررة أو شرب القليل من السوائل وتناول القليل من الألياف الغذائية. ثانياً عسر الهضم، وهو من أكثر المشاكل التي قد تحدث للصائم بسبب الإفراط في تناول الأطعمة المقلية أو الأطعمة الغنية بالمواد الدهنية أو الأطعمة الحارة الغنية بالتوابل، أو الإكثار من تناول الأطعمة التي تسبب الغازات كالملفوف والعدس والمشروبات الغازية. ثالثاً الخمول والكسل، وذلك بسبب عدم الحصول على كميات كبيرة من السوائل، وربما لانخفاض كمية الملح من الجسم أو انخفاض نسبة السكريات في الجسم. رابعاً الصداع، وينتج عن تناول الكثير من القهوة والكافيين، وأحياناً لقلة النوم والسهر لفترات طويلة، أو بسبب الجوع الشديد الذي يسبب انخفاض ضغط الدم. خامساً تشنجات العضلات، وذلك لانخفاض كمية الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وقلة نسبة مياه الجسم. سادساً الأرق الذي ينشأ بسبب تغيير مواعيد النوم والطعام. لتفادي هذه المشاكل ينصح باتباع نظام غذائي متوازن في جميع ساعات الإفطار وتناول كميات كافية من الماء والسوائل، كما أنه من المهم جدا تنظيم أوقات النوم والوجبات وممارسة نشاط رياضي خفيف يوميا. عودة مجددا متابعينا، تابعنا سويا التقرير حول الأعراض الصحية التي يمكن
أن يواجهها الصائم، وهي أعراض متنوعة صراحة وممكن أن تصل إلى حد المشكلة والتي يعاني منها الصائم. لكن الآن دعونا نرحب بالدكتور عادل عارف، وهو استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والقسطرة القلبية، لنناقش معه موضوع له علاقة بأمراض القلب وأيضا إمكانية الصيام. أهلا وسهلا فيك دكتور عادل. أهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بالمشاهدين والمستمعين الأعزاء الكرام. أهلا وسهلا فيك ويسعد أوقاتك يا رب. دكتور عادل، بداية لو نعرف للمشاهدين والمستمعين من هو مريض القلب، وهل بإمكانه أن يصوم في شهر رمضان المبارك؟ من يقرر ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو مريض القلب أي مريض عنده مشكلة خاصة إما بعضلة القلب أو بشرايين القلب أو بصمامات القلب أو بكهربة القلب، نعم، أو بالغلاف المغطي للقلب نفسه. المشكلة دي لو موجودة عند المريض نسميه مريض قلب، وأيضا مرضى ارتفاع ضغط الدم أو انخفاض ضغط الدم. نعم. كل هؤلاء المرضى يعتبر مرضى ضغط أو مرضى القلب. دي النقطة الأولية الأساسية. النقطة الأخرى أن الصيام مفيد لجسم الإنسان عموما. الصيام بيحسن القدرة الذهنية، بيحسن قلل الحمل على عضلة القلب في المجهود، فما تبذلش مجهود زيادة، خاصة المأكولات الدسمة. بيريح الجسم من الدهون المتراكمة على فترات طويلة، بيحسن نشاط الإنسان العقلي والبدني، ويحسن أيضا كفاءة عضلة القلب من المستوى القريب والمستوى البعيد. فالصيام مفيد. لكن نيجي النقطة الأخرى اللي هو الأفتكار بتشغل الناس أكتر، إمتى المريض يصوم وإمتى المريض ما يصومش؟ بالضبط، وخاصة مريض القلب. مريض القلب هو في مرضى القلب هنقسمهم أكتر من مجموعة. في مريض قلب أجرى جراحة حديثة في القلب ودي لهم نظام خاص معين، سواء أجرى عملية تغيير شرايين، تغيير صمامات، بذل في القلب، أي مشكلة معينة في القلب، فعمل جراحة حديثة في القلب. هذا المريض لسه عنده جرح حديث في القلب وفي نوع من الإجهاد المعين في عضلة القلب، هذا لا يصوم أول شهر بعد الجراحة، وقد تمتد في بعض الحالات لحد شهر ونصف. أيوة. فالمرضى الذين أجروا جراحة في القلب حديثة لا يفضل لهم الصيام لمدة شهر أو شهر ونصف حسب الحالات. المنع هو عم يكون او عدم التفضيل الصيام لاسباب لها علاقه بالعلاج، الجسم يزال في مرحله النقاه الاوليه، تمام، وبيحتاج بعض الادويه والمتابعات الحديثه، فلازم يكون المريض تحت الملاحظه من الطبيب، وايضا متابعه من الادويه، قد تكون الادويه تحتاج تاخذ اكثر من في فتره في اليوم، فهذا قد يعارض مع نظام الصيام، خاصه الصيام بيكون تعدى 12 14 ساعه، بعض الاماكن يصل الى 17 ساعه. صحيح. فدول نقطه المرضى الاولانيين. المرضى الاخرين برضو المريض اللي عنده مشكله حديثه في القلب حادة، المريض جاله احتشاء في عضلة القلب، أزمة قلبية حادة أو غير مستقرة، جاله هبوط شديد في عضلة القلب واحتقان في الرئة، كل هؤلاء المرضى في الفترة الأولانية بيكون عندهم نوع من الإجهاد في عضلة القلب، فيجب أن يستريح المريض ويأخذ أدوية معينة، الأدوية دي تساعد معاه أن هو يظبط أموره الحياتية، برضه بجرعات معينة بتظبيط، وقد تحتاج المريض في فترة استقرار في حدود أسبوعين أو ثلاثة، تختلف إلى حالة إلى حالة. نعم. يبقى دول المرضى اللي احنا كنا مرضى الجراحة، أيوة، مرضى الحالات الحادة، نعم، سواء قال الحالة الخاصة بالشرايين والعضلة القلب أو ضعف عضلة القلب أو مشكلة على في هبوط شديد في إيه في صمامات القلب مأثرة على عضلة القلب. هي الحالة الثالثة؟ يعني هي تعتبر هي ثانية ثالثة، لأن الصمامات بتأثر على العضلة أساسا، فمشكلتها بتعمل هبوط في عضلة القلب. وأيضا مرضى اللي هم عندهم عيوب خلقية في القلب بتؤثر أيضا على عضلة القلب، فدي برضه لهم نظام خاص بتعامل معهم. نعم. دي نقطة برضو تحط في الاعتبار. في مرضى عندهم أمراض مزمنة للقلب. ودي النقطة اللي احنا بقى نتكلم فيها، معظم الناس ومعظم الناس تشكو من هذا الموضوع. سواء كان عنده ارتفاع في ضغط الدم، انخفاض في ضغط الدم، عنده أزمة قلبية مستقرة ومنتظم على العلاج، عنده هبوط في عضلة القلب مستقرة على الأدوية، عنده مشاكل في الصمامات ومستقرة على الأدوية. فهؤلاء المرضى الذين نتكلم عنهم. هؤلاء المرضى إذا كان حالتهم الصحية عامة جيدة ولا يعانوا من هبوط شديد أو ضعف شديد، يجوز لهم الصيام، بس كل حالة بتقدر بإشراف الطبيب. جميل. يعني المريض جميل نفسه إذا صحته جيدة يسأل طبيبه الذي المعالج هل لي أن أصوم أو لا أصوم، يعني بملء إرادته وبالتفكير الخاص بذاته ما بصير هو يقرر، لازم يستشير طبيب. الأفضل يستشير طبيب. في بعض المرضى بتحتاج أدوية تعمل سيولة جرعات معينة، نعم، فده الأفضل الدكتور يقول له أنت ممكن تصوم أو ممكن لا تصوم. بعض المرضى بتحتاج أدوية مدرات بول، فده بيخلي الجسم يفقد السوائل المعينة، فلازم تكون تحت إشراف الطبيب عشان الطبيب يقول له أنت أفضل لك أن تصوم أو رخصة لك شرعا أن لا تصوم. هي رخصة شرعية برضه. المريض يعني إيه، إحنا مش عايزين مرضى تفطر، عايزين مرضى تصوم إذا كانت تسمح، وتاخذ بالرخصة الشرعية إذا كان إيه أذن لها في ذلك. بالضبط بالضبط. إذا هدول القائمة بالأشخاص الذين يمنع أو لا يفضل صيامهم، إذا نحن بدنا نحكي بالمنع وعدم تفضيل الصيام. أما فيما يتعلق بمرضى القلب
يلي متاح صيامه رح يكون سهل. نبلش نعدد دكتور من هن الشرائح؟ معنى احنا اذا يعني اذا استثنينا ما ذكرنا في الاول هو الجراحه والحالات الحاده، فالمرضى الباقيين كلهم ممكن ان يصوموا تحت نعم. اشراف الطبيب. يعني في حال مثلا اذا بدنا نحدد يلي بيتناول ادويه الضغط بامكانهم الصيام؟ شريحه كبيره مرضى الضغط، الضغط مستقر عندهم ممكن لهم الصيام بكل سهوله. نعم. وكثير من الناس عندهم ضغط، يعني الضغط عندهم موجود عند اكثر من 50% من الرجال فوق ال 40، فلو اخذ رخصه الفطر ما حدش هيصوم من الرجال بعد ال 40 تقريبا. هو فعلا هذا السؤال انا اصريت انه اساله، لانه كثير من الاشخاص بيقول لك انا معي ضغط، يعني بجوز والله يعني انا مباح لي الافطار. لا الضغط تماما اذا كان الضغط مستقر وما فيش منه مشاكل اخرى يجوز له الصيام، الا اذا كان عنده مشاكل في الكلى خاصه. بعض أيوة. الضغط يكون عندهم مشاكل في الكلى محتاجين ترويه مستمره، فده لو لهم رخصه خاصه عشان موضوع الكلى. تمام. طيب دكتور اذا ننتقل لمحور ثاني وهو كيف يمكن لمريض القلب المباح لهم الصيام أن يوازن بين صيامه وبين الأدوية التي يجب أن يتناولها، سواء كان فيما يتعلق بالأدوية عند الإفطار أو عند السحور؟ نعم. وفي نقطة مهمة برضو، بعض الأدوية التي أخذها مريض القلب بتعمل نوع من توسع الشرايين أو إفقاد السوائل. هذه الأدوية يفضل أن تكون تحت إشراف طبيب أن يأخذها مع الفطار ليس مع السحور، حيث إن حصل إذا حصل توسع في الأوردة أو الشرايين وحصل انخفاض في الضغط يكون موضوع تحت ملاحظة أثناء الفطار وليس أثناء السحور. أيضا مدررات البول يفضل أن يأخذها مع الفطار وليس مع السحور، حيث ممكن يعوض السوائل نسبيا في هذه الأشياء. لكن برضو الإنسان المريض في هذا لازم التظبيط الإفطار بتاعه، يعني لا يجلس على المائدة بعد على أذان المغرب ويأكل حتى تمتلئ المعدة. أيوة. إذا في معايير يكون في معايير الفطار التدريجي، يعني يفطر على تمر، يفطر على شوربة، يفطر على زبادي، يفطر على حليب، يفطر على لبن، هذه كبداية. ولا يملأ المعدة، امتلاء المعدة أمر سيء جدا لمرضى القلب، لأن امتلاء المعدة يؤدي إلى الدم يذهب مباشرة إلى المعدة وقد يشعر المريض بهبوط أو ضعف شديد، وخاصة إذا كان في عضل قلب متوازنة أو شبه متوازنة فممكن يؤدي إلى تأثير على هذه العضلة في هذه اللحظة. أيضا الأكل المليء بالدسم والدهون هذا بيعمل حمل على جسم الانسان، يجب الابتعاد عن هذا، الاقلال منه، لو قلنا الحرمان ولكن الاقلال منه قدر المستطاع. نعم. ولا يملأ الانسان معدته، لان امتلاء المعده شيء مضر ويؤدي الى احتقان لعضل القلب ايضا، لان القلب لما تكون المعده ممتلئه يذهب كميه كبيره من الدم الى المعده. ايضا الاسراف في الملح والماء، الملح يؤدي الى تخزين الماء، وتخزين الملح والماء يؤدي الى ارتفاع الضغط. أيوة. فيزاد زياده اضافيه في ضغط الدم. كل هذه الأشياء يجب أن يعيها الإنسان. ويفضل في السحور أن يكون السحور متوسط، ويفضل أن يكون فيه بقوليات. بالفعل أنا جاي أسألك دكتور، إذا وجبة الأفطار هلأ بلشنا صنفنا له لمريض القلب، ما هي الطرق التي يجب أن يأكل فيها أو يتناول فيها وجبة الأفطار؟ كيف لازم تكون بالتدريج عدم ملء المعدة بشكل كامل؟ أما فيما يتعلق بوجبة السحور أو حتى الوجبة أو المدة التي تكون بين وجبة السحور ووجبة وجبة الفطور ووجبة السحور، هون أيضا مريض القلب إذا فلا بد استحلى قطعة حلو مثلا، خاصة بوقت السهرة في العديد من الأشخاص بيستحلوا بعض الحلويات بهذا الوقت، إحنا كمان هون شو بننصحهم؟ ما هو الإنسان إذا أكل عدم امتلاء المعدة وأكل الوجبات المتوسطة الحجم على فترات لا يدور، خاصة كل ساعتين أو ثلاثة موزعة هذا أفضل من امتلاء المعدة. جميل. يعني برضو نقول إن نريد الإنسان يشعر بالحرمان التام، أفضل من الأشياء المساعدة وايضا في التغذيه وفي حمايه القلب المكسرات، الجوز، اللوز، الكاجو، الفول السوداني حتى في هذه الاشياء. جميل. تعطي احساس بالشبع وتفيد بالكوليسترول النافع وليس الضار، وكل هذه الاشياء تفيد مرضى القلب. جميل. فينصح مريض القلب ان ياخذ ولكن ليس قرطاس، لكن 7 حبات او 3 حبات كميه معينه معقولين بالنسبه له. نعم دكتور، احنا اكيد رح نتابع مع حضرتك دكتور عادل، لكن رح نطلع فاصل قصير واكيد متابعينا رح نرجع لنكمل مع الدكتور عادل حول مرضى القلب وامكانيه صيامهم، خليكم معنا.
أختتم معكم عام 2020، وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بحيوية ونشاط، واستفد من عروض علاجك الطبية لعمليات علاج السمنة في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا، نحن علاجك. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا. تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. أختتم معكم عام 2020، وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة، واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا، نحن علاجك. مني ومولادي، أشكر جو أخواتي، من يوم ولدنا وانتي معنا، مهما الدنيا غربتنا، انتي رفيقة عمري ودربي. أهلا فيكم عن جديد متابعينا، رجعنا لكم بفقرتنا الطبية، وبشرفنا يكون معنا الدكتور عادل عارف، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والقسطرة القلبية. أهلا وسهلا فيك عن جديد دكتور. أهلا بكم جميعا والمشاهدين والمستمعين على أعزاء الكرام. الله يسلمك يا رب دكتور. دكتور، كنا عم نحكي قبل الفاصل عن من هو مريض القلب وما هي الأمور التي يجب أن يأخذها في عين الاعتبار أثناء صيامه وأثناء وجبات ما بعد الإفطار، لكن لو نركز على وجبة السحور، ماذا يجب على مريض القلب أن يتناول؟ في وجبة السحور يفضل المريض القلب يأخذ بعض المأكولات تساعد عليه في النهار رمضان. جميل. البقوليات عموما كالفول والعدس بتفيد في هذه المرحلة. البيض وخاصة البيض المسلوق يسمح به، وحتى لو بيضة أو بيضتين يوميا. يعني كان زمان نقول لك الواحد المريض ما يأكلش غير بيضتين في الأسبوع، ثبت حاليا ممكن المريض أخذ بيضة يوميا لا تضر القلب بل بتعطي الكوليسترول
الاحتياج اليومي وأقل كمان، لأن الإنسان يحتاج متوسط كوليسترول تغطيه بيضة ونصف أو بيضتين. جميل. فبيضة يومية لن يعني تضر، وهذا تعطي إحساس بالشبع في نهار رمضان. حلو. والزبادي أيضا من الأشياء التي تعطي إحساس بالشبع. والمأكولات الغنية بالبوتاسيوم كالموز والتمر يأخذ منها أي حبة موز أو ثلاث تمرات مع السحور تساعد في نهار رمضان. جميل. لكن برضو في مريض القلب يفضل له القيلولة من نصف ساعة إلى ساعة في وسط اليوم. جميل. دي أساسي بالنسبة لمرضى القلب. حتى يكون راحة للجسم وتعينه على الصيام وتعمل عدم إيجاد للجسم على ذلك. وإذا لم يستطع النوم مجرد الاسترخاء حتى لم ينام يذهب في النوم كاملا، الاسترخاء مفيد له في هذه المرحلة ما بين الظهر وبين العصر. هذه فترة جيدة لمريض القلب وأي مرضى آخر يعني عموما. تفيد الصحة العامة عموما. بتفيد دكتور، لكن التوقيت هاي الوجبة أمتى يفضل أنه يتناولها؟ يفضل قبل آخر الوقت السحور، قبل الأذان بما يقرب من نصف ساعة قريبا. جميل. أفضل المريض بالنسبة للناس كلهم عموما يعني. لكن في حال هذا مريض القلب شعر بأعراض مفاجئة أثناء صيامه في نهار طويل 15 ساعة تقريبا عم تكون، وخاصة لمن هم موجودون في اسطنبول، ماذا عليه أن يفعل؟ طب. شو لازم يعمل؟ في مؤشرات إنذار بيقولها المريض لازم ناخد بالنا منها. المريض إذا شعر بتعرق شديد أو شعر بألم في الصدر مستمر، وبرضه بالنسبة لألم الصدر بعض مرضى القلب يأخذون بخاخ لتوسيع الشرايين أو حبوب تحت اللسان لتوسيع الشرايين كأخذ مزمن. هذه الحبوب وهذا البخاخ طبقا للفتوى الشرعيه الاخيره لا تفطر. أيوة. فالمريض لا يقلق من الحبوب اللي تحت اللسان ما دام لا يبتلعها، والبخاخ اللي ياخذه ليوسع الشرايين. ولكن اذا كان الالم مستمر قاعد اكثر من نصف ساعه ففي هذه الحاله يجب ان يتصل بالطبيب بتاعه ويذهب لاقرب مستشفى حتى اذا كان في اي مشكله تتدارك سريعا. والتعرق الشديد ايضا الاحساس بالنفس وعدم القدره على اخذ النفس بطريقه مريحه بالضبط يصير ضيق نفس. نعم. خاصه اذا شعر بالاجهاد العام. أيضا إذا شعر أن فيه هبوط في الضغط أو حس أن ضغطه مرتفع فهذه المرضى كلهم عليهم الاتصال السريع. المتابعة الأولية في ثلاثة أولية، الألم، النهجان، وأيضا رفرف الدقات القلب المستمرة، هذه الثلاثة الأساسية لهم أهمية خاصة. وأيضا إذا المريض عنده في تغير في الإحساس بالهبوط والإجهاد، العلامات الأساسية اللي المفروض يشوفها المريض ومعظمنا عندنا أجهزة في البيت، قياس ضغط الدم وقياس النبض. حلو، هاي من ضمن الاجراءات اللي لازم يعني دائما ياخذها بعين الاعتبار. طبعا مريض القلب لازم الافضل يكون عنده في البيت جهاز حتى الجهاز الالكتروني ويقيس منه ثلاث قراءات لضغط الدم ونبض القلب. جميل جميل جميل. طيب في حال دكتور بعض مرضى القلب يعانون كانوا من امراض اخرى سواء كانت مزمنة أو أمراض عرضية كمرض السكري من الأمراض المزمنة أو حتى ارتفاع الضغط وأمراض أخرى، ماذا يجب أن ننصحهم لهؤلاء؟ هو مريض السكري أكثر من له طبعاً نوعية خاصة. لو مريض السكري اشتكى في فترة من نوبة إغماء أو انخفاض شديد في السكر فهذا ليس له أن يصوم. لو مريض السكري سكره منضبط ومستقر منتظم على العلاج، والسكري والقلب فيه تداخل في أشياء كثيرة جدا تماما، فإذا ليس عنده أي أعراض معينة فممكن يصوم إذا كان السكر عنده منتظم ومستقر. جميل. لكن نوبة انخفاض السكر تمنع مريض السكر من الصيام، حتى ممكن تمنعه من صيام شهر رمضان كله وله رخصة شرعية في ذلك. جميل. طيب دكتور نقصد بنوبة السكر يعني ممكن هبوط أو ارتفاع؟ لا، الهبوط أكثر. الهبوط أكثر من الارتفاع. هبوط السكر اللي الملاحظ المصاحب لأعراض شديدة، والمريض يشتكي بأعراض رعشة، سرعة في القلب، ارتفاع سريع في الضغط، تعرق شديد، تعرق بارد، وتقص السكر في الدم تقريبا أقل من 50 أو أقل من ذلك أيضا. كل هذه الأعراض إنذار أن الدواء غير منتظم وأن هذا المريض له رخصة الفطر وقد يؤذن له ألا يكمل رمضان في الفترة الحالية. يعني إلى هذا الحد يعني. نعم. هذه الدرجة بيكون موضوع خطير ودقيق. نعم. مرضى السكر انخفاض السكر له رأي تعامل سريع ومباشر وحذر زائد. نعم. طيب فيما يتعلق بالأمراض الأخرى، ممكن لربما أمراض الكلى، أمراض لها علاقة ب هو أساسا أمراض الكلى وأمراض الصدر. نعم. دول الأمراض الأكثر أمراض متداخلين مع السكر مع مرضى القلب. إذا كانت حالة الكلى مستقرة ومنتظمة فمش مشكلة. إذا كان في ضعف شديد في وظائف الكلى والطبيب الكلى نصح للمريض ياخذ سوائل كافيه وينتظم فهذا له رخصه الفطر. اما اذا كانت الكلى مستقره ومفيش مشاكل في الكلى والمريض يعيش حياه طبيعيه فينتظم مع دواء الضغط ودواء القلب، لان ادويه الضغط عموما لها فائدتين.
ايوه فيها فائده بتظبط ضغط الدم وفائده اخرى بنعطي بعض الادويه بتعمل حمايه للكلى من تاثير الضغط او حمايه للكلى من اي تاثير اخر نسميها النيفروباثي امراض الكلى الموجوده فبعض ادويه الضغط التي تؤخذ بتساعد في علاج او الوقايه من امراض النيفروباثي. جميل جميل. هي نقطة يعني مهمة بالفعل للغاية دكتور، انه يكون في عنا ما يكون في تعارض بين احد الادوية سواء كانت ادوية السكري ادوية الضغط او ادوية في ادوية اخرى اقل باخرى قد تؤثر على الكلى، عشان هذه يجب اشراف الطبيب على ادوية القلب لمرضى الكلى بالتنسيق، ممكن التنسيق مع مريض الكلى ايضا في هذا الموضوع. جميل. طيب دكتور لو ننتقل لفقرة او نقطة مهمة للغاية، بنلاحظ انه الدراسات مؤخرا اثبتت اهميه ممارسه الرياضه وخاصه للاشخاص اللي بيعانوا من امراض مزمنه، طبعا ممارسه الرياضه باعتدال. نصيحتك لهدول الاشخاص الذين يعانون من امراض في القلب وايضا راغبين بممارسه الرياضه خلال شهر رمضان المبارك. الرياضه عندنا نوعين من الرياضه اساسيه. في رياضه حركيه كالمشي كالجري كالسباحه كالحركات المعتاده. نعم. وهذه مفيدة للقلب عموما. ينصح بها أن يؤديها المريض قدر استطاعته. جميل. وكلما زاد فيها كان خيرا له. وفي رياضات ثابتة كالأجهزة والأجهزة الحديد والأجهزة اللي فيها سوسة هذه الأشياء كلها، هذه تعمل حمل زائد على عضلة القلب كمان، هي يعني يكون فيها إجهاد أحيانا إجهاد وترفع الضغط وقد تؤثر على عضلة القلب وفي خاصة في مرض في شرايين القلب. فهذه يمنع منها مرض القلب، يمنع منها مرض القلب. طيب رياضة من هنا السنة مارس رياضة لحد سن كم؟ أنا كان عندي مريضة عندها 85 سنة. أيوه. وكانت تتحرك وتروح وتيجي. وكان ينصحونها أنها تقعد في البيت، ده اللي أصغر منها 15 سنة قعد في البيت. فكانت تقول لها دكتور أقعد في البيت، تقول لها ما دام بتتحركي اتحركي. ما دام في قدرة للحركة يتحرك. جميل. أيا كان سنه. ما دام في قدرة للحركة، لأن الحركة بتفيد الجسم عموما. والرياضة المنتظمة لها فوائد عدة، ترفع اللياقة البدنية، تحسن كفاءة عضلة القلب، توسع الشرايين الربانيه اللي يعني في الشرايين الاساسيه القلب، في شرايين ربانيه صغيره تكون حجمها صغير. مع استمراريه الرياضه هذه الشرايين الربانيه الصغيره تكبر وتعمل تغذيه وترويه لعضله القلب وتمنع اثر المشاكل الجلطه والازمه القلبيه الحاده. فالرياضه مفيده جدا لمرضى القلب في هذا الموضوع. طيب نحن ممكن مثلا ننصحهم بصلاه التراويح ممكن تكون مجيده عليهم لمرضى القلب او كيف هو الحالة؟ كل حاله بقدره. اذا كان بيشعر بالاجهاد ممكن يجلس على كرسي. ايوه الجلوس على كرسي قد يفيد لبعض الناس، لكن اذا كان يستطيع الوقوف يعني قدرات الناس متفاوته. جميل. قدرات الناس متفاوته تماما. نصائح ممكن نوجهها لكل حدا عم يسمعنا عنده اقرباء بيواجهوا او بيعانوا من امراض القلب او حتى هو كفرد بيعاني من احد الاعراض الخاصه بمرض القلب او امراض القلب. متابعه طبيبه قبل الصيام وعند حدوث اي شكوى موجوده استشير طبيبه مباشره، لا يتاخر. يستشعر باي شكوى حديثه يستشير طبيبه عن هذه الشكوى، هل اكمل الصيام ولا اكمل، هل اجل المستشفى ولا انتظر في البيت، هل محتاج اتعامل مع تعامل معين، هل محتاج اغير بعض الادويه، جرعات الادويه في الصيام والفطار. كل هذه الاشياء المريض يكون مظبط اموره قبل رمضان، وفي رمضان اذا شعر باي شيء تواصل مع طبيبه مباشره ولا يتاخر. مرضى مريض القلب بفضل الله الا يتاخر او ياخذ موضوع من نوع من التراخي احيانا والاحمال احيانا. يعني اذا موضوع الاهمال وموضوع التراخي ممنوع منعا باتا في امراض القلب، لانه يعني دكتور ممكن مثلا نحن نشوف بعيد الشر حالات يعني تتطلب مباشره الذهاب للمشفى، يعني ابدا ممكن اجراء عمليه. نقطة في ذكرنا في الاول لو المريض جاله الم شديد في الصدر، الالام اللي ذكرناها بالبدايه، او هبوط شديد في القلب. نعم. ممكن ده يكون هبوط شديد واحتقان في رئه. فلذلك يكون المريض تعالج في مستشفى هذا حاله طوارئ. فكان التعامل سريعا مباشره حسب الحاله كنت تقدر بقدرها، هل هذه الحاله تحتاج مستشفى عنايه مركزه ولا تحتاج تدخل جراحي سريع في بعض الحالات الاستثنائيه. نعم. طيب دكتور في كتار هلا من الاشخاص عم يسمعونا والنصائح الختاميه اللي حضرتك اعطيتهم اياها، لكن انا حابه اركز على موضوع وهو مشكله الاعراض اللي ممكن تواجه المريض داخل يومه. نصيحه ممكن نوجهها، هي الراحه فقط؟ مش لسه في حال مثلا انه كان عرض طارئ ولكن ضمن السيطره. طب اذا كان في عرض طارئ التواصل مع الطبيب والراحه حتى يعرف الطبيب اخبار ايش. نعم. ياخذ اجهاد، لا نعرف هذا العرض هل هو عرض بسيط ولا مؤشر لشيء كبير محتاج تعامل خاص. تماما. اذا شعر المريض باي عرض موجود جديد خاصه اللي احنا ذكرناهم الام الصدر
المهجان نعم. الشديد الجديد رفرفة القلب الشعور بالضعف والخمول والتعرق نعم صحيح. المريض يستصل الطبيب ويستريح حتى يسمع تعليمات الطبيب. ما شاء الله دكتور، حضرتك أعطيتنا معلومات مهمة للغاية حول هذا الموضوع، وإن شاء الله نتمنى الفائدة للجميع. بدي أشكرك دكتور عادل عرف عارف استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والقصيرة القلبية، شكرا جزيلا لك على كل هالتوضيحات. شكرا حضرتك الله عز وجل. شكرا لكم المستمعين الأعزاء. أهلا وسهلا فيك دكتور. هلا متابعينا صار الوقت بعد كل هالمعلومات المهمة لنطلع لفاصل دقيقة الساعة ونرجع بعده لنكمل، خليكم معنا. الثانية عشرة مساء بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول. منذ أكثر من ثلاثة عقود ونحن نكبر معكم يوما بعد يوم، واليوم تزين منتجاتنا موائدكم في معظم دول العالم، وتستمر حلويات السلطان بعد دخولها لموسوعة جينيس بحصد جوائز التميز والإبداع عربياً وعالمياً، لتكون حلويات السلطان اسماً يليق بكم أينما كنتم حول العالم. نلبي طلباتكم أينما كنتم حول العالم. هاتف 0552-32-23-106. في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرنا متكاملا. بريد فاكتوري أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمنقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيطالي الأول بجانب أونور ماركت 0553-45-59. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية، نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط، أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. انتي اطعام النوم ولادي، اشكو راجو وفوادي، من يوم ولدنا وانتي معنا مهما الدنيا غربت. رفيقة عمري ودربي، أنا
الخدمات اللي ما عودناكم في شركة طيبة للذهب. الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. أهلا وسهلا فيكم متابعينا بفقرتنا الثانية من برنامج معكم في رمضان. بفقرتنا هي مثل ما عودناكم نحكي ونتطرق بموضوع له علاقة بالجوانب النفسية والاجتماعية التي يمكن لشهر رمضان أن يشذبها ويهذبها أيضا. بفقرتنا اليوم رح نحكي عن نقطة في غاية الأهمية، وهي كيف يمكن لرمضان وشهر رمضان أن يقوي الإرادة ويهذب النفوس ويعطي قيمة لذواتنا بشكل أكبر وبشكل ومقدرة أكبر على تحديد وتثبيت الإرادة في شهر رمضان وما بعد شهر رمضان. بسنة أكيد أنه تكون معنا الأستاذة نورة نحاس الخبيرة الاجتماعية لتحكي لنا عن هذا الموضوع بالتفصيل. وبعرف الأستاذة نورة صرتي جاهزة معنا، يسعد لي صباحك. أكيد لبين ما تصير الأستاذة نورة جاهزة معنا، نحن بحوارنا اليوم رح نحكي عن كيفية، حكينا بالحلقات الماضية متابعينا الكرام عن إمكانية شهر رمضان أن يفرض عادات جديدة وطقوس رمضانية جديدة، وإمكانية أن نقوم من خلال شهر رمضان بتحسين بعض النقاط التي لربما تكون سلبية أثناء تعاملاتنا وعاداتنا التي تعودنا أن نقوم فيها بحياتنا اليومية وبسلوكنا الإنساني بشكل عام. شهر رمضان الفضيل هو فرصة بالفعل ذهبية لتدريب نفوسنا، تقوية إرادتنا، وأيضا بشكل أو بآخر هو فرصة لتثبيت ذواتنا على وتعويدها على أمور معينة، وما أجمل أن تكون هذه القدرة ثابتة أيضا إلى ما بعد شهر رمضان المبارك وانتهاء هذا الشهر، شهر الطاعات، شهر التجليات والروحانيات، والانتقال إلى الروتين اليومي الذي تعودنا أن نقوم به قبل شهر رمضان. أستاذة نورة استعد لي أوقاتك. أتكون جميعا يا رب، رمضان كريم على الجميع. كل عام وانت بألف خير. وانتو بألف خير يا رب. الله يسلمك. أستاذة نورة، كنا عم نحكي نحن بمقدمة الفقرة عن قدرة شهر رمضان أو وجود شهر رمضان بحياتنا وبأيامنا وبسنيننا على أنه يكون فرصة ذهبية بالفعل لتقوية إرادتنا وتهذيب النفوس، وأيضا تقوية الإرادة والذات، تقوية الذوات. يعني كيف ممكن أنت توضحي لنا هذا الجانب بشكل أكبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا رمضان فرصة جميلة جدا للإنسان يقدر يعرف أول شيء نفسه، لأنه كثير مرات بنصدم لما بيجي رمضان لأول مرة نشوف حالنا إنه قدرانين إنه نقدر نصوم، قدرانين إنه نتحكم بأوقات نومنا وأوقات استيقاظنا وأوقات أكلنا وشربنا. حتى أحيانا كثير بعض المدخنين بيتفاجئوا بنفسهم إنه لأول مرة بيترك الدخان. فهذه فرصة جميلة جداً أولاً حتى نعرف أنفسنا أنه عندنا القدرة الحقيقية بأن نملك زمام أنفسنا نحن كمسلمين. ثانياً لدينا القدرة للتخطيط، يعني الواحد فينا لما بيفيق الصبح برمضان بيصير في عنده بمخطط براسه بيقول أنا بعد شوي رح مثلاً أبدأ بيومي، لازم العصر أنهي يومي مثلاً أبدأ بالعبادات، المغرب لازم يكون عندي إفطار من بعد صلاة التراويح إلى آخره، فهناك مخطط في يومه. هذه فرصة أيضاً أن يكون إذا تكون إرادته أكبر وأشد بالتحكم بتخطيطه اليومي. أيضا هناك فرصة رائعة لأنه يكون الإنسان في رمضان عنده نوع من الأهداف اليومية، وهذه توصية مني للجميع. كل يوم برمضان ياريت يكون في عنا نوع من الالتفاف حول الأسرة ونحكي بوضوح. نحن عنا اليوم أزمة كورونا وضحت كثير من المشاكل اللي كانت مخبية
بيننا وبين حالنا ما كانت طافية على السطح. فليه ما نقعد احنا كعائلة مع بعض ونتفاهم ونقول كل واحد فينا شو عنده أشياء يريد إنه يتخلى عنها، سلوكيات، تصرفات، مثلا تلفظات إلى آخره، سواء كان الأب أو الأم. وأنا أتكلم الآن من اختصاصي كمربية وأيضا كاختصاصية أسرة. ما شاء الله. نعم. تكون هذه الفرصة لتجديد العلاقة بيننا وبينهم بإرادة. فرجينا ونعمل النوع من التحدي، فرجينا اليوم كل واحد فيكم شو هي العادة السلبية اللي ممكن يتركها بهذا اليوم أو بثلاثة أيام من رمضان، أو خلينا نقول بأسبوع من رمضان. بعد أسبوع من رمضان نعمل نوع من الإحصائيات والفيدباك ونشوف كل واحد فينا بالأسرة وين وصل بالخطة اللي حطيناها. هذا شيء رائع جدا وفرصة للتغيير وفرصة لأنه نفرجي حالنا ونفرجي أولادنا أنه نحن عنا إرادة ونستطيع أن نتحكم بأوقاتنا. يعني فينا نقول أستاذ من الأشياء التي نستفيد منها بالإرادة برمضان هي قضية التحكم بالشاشات الزرقاء أو بالعالم الإنترنت بشكل عام. لماذا لا نضع أوقات مقننة بحيث نعرف ونضبط أوقاتنا نحن كآباء وأمهات أولاً كخدوات، نعم، ونحصل على نوع من القدوة التي نستطيع من خلالها أن نكلم أولادنا ونقول عليكم بتقنين الأوقات. يعني أنا أتعجب من المربين كيف بيجوا بيقولوا لأولادهم اتركوا الموبايلات وهن ماسكينهم. صحيح. يعني كيف بيقولوا للأولاد ماما هذا شيء خطير وهن طول النهار وطول الليل لما بيقعدوا مع الأولاد الواحد ماسك موبايله. فهذه فرصة جميلة لحتى نفرجي الأولاد أنه نحن عندنا إرادة. ايضا من الجميل جدا اننا ننظم اوقاتنا في رمضان. فالسحور له وقت مضبوط جدا، دقيقه او ثانيه لا يصح الصيام، وكذلك الافطار. فهذه المواقيت التي حددها الله سبحانه وتعالى لنا في رمضان فرصه لحتى نجدد عهدنا في تنظيم الوقت ومعرفه الاولويات في يومنا، بحيث اعرف انا كمسلم ماذا علي اتوجه بالنسبه لاولادي، بالنسبة كمربي كأب أو أم، بالنسبة لعملي، بالنسبة لنفسي، بالنسبة لروحانياتي. أيضا هذه فرصة لحتى أجدد غذائي ونوع الغذاء الصحي الذي آكله. نعم. يعني أستاذ أنا أرى كثير من الناس في رمضان ما شاء الله يعني يزدادون وزنا. أستاذ النعم سمعي، فأتساءل يعني أين الإرادة؟ يعني المراد من رمضان تقوية الإرادة، يعني نعم، كل إنسان عنده نوع من الكنترول على حاله. فإذا كان وصلنا إلى حل أو إلى حد ما قدرنا نوقف حالنا عن الطعام فهذه أسوأ قدوة نقدمها للأبناء أولاً وأسوأ وقت ممكن نضر أنفسنا كبشر. أنا بصراحة أستاذة بالعكس أستاذة نورة أولويات أن نأخذ الغذاء الصحي، أن نعير أوقات طعامنا ولا نفتح له من أذان المغرب لأذان الفجر. أنا بستغرب يوم لما نشوف بعض الصائمين بيبدوا بالأكل من وقت ما يفطروا لوقت ما يأذن أذان الفجر وهم طول الوقت في حالة من الأكل وأنواع وأشكال. ماذا تتحمل هذه المعدة؟ نعم. إذن هذه فرصة كبيرة لنثبت إرادتنا أمام أنفسنا وأمام أسرنا وحتى لمجتمعنا، فلنتعاون على ذلك. نعم أستاذة نورة، أكيد نحن بدي تابع على ما يبدو أنك كنت عم حاول بس نعمل شوية مداخلات بس يبدو في مشكلة بالصوت. بكل الأحوال أستاذة نورة رح نضل سوا ونناقش أكثر ونثري الحوار، لكن رح نطلع لفاصل إعلاني قصير ونرجع لنكمل، خليكم معنا. عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم، زورونا في فرعنا الجديد بشاك شهير مترو كنت أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرة طيبة، اسم من ذهب. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية.
تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية، نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط، أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. انتي اطعامني ومولادي، احقورة جوا فؤادي، من يوم ولدنا وانتي معنا، مهما الدنيا غربتنا. انتي رفيقة عمري ودربي، تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. مرة في تركيا، أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمنقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكورواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري، باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553 45 59. عودة مجددا متابعينا بفقرتنا الأخيرة والقسم الأخير من حلقتنا ببرنامج معكم في رمضان. بدي أرجع رحب فيكي أستاذة نورة، أهلا وسهلا فيكي أستاذة نورة. عم تسمعيني لبين ما تصير؟ على ما يبدو فقدنا الاتصال مع الأستاذة نورة نحاس. بصراحة كنا حابين نتابع الحوار مع الأستاذة نورة لبين ما نرجع، أكيد نحاول نجرب مرة أخرى بالحوار والاتصال مجددا مع الأستاذة نورة. حابين كنا نحكي، ذكرت الأستاذة نورة عن خطوات عملية كيف يمكن للصائم أن يستفيد ويستثمر شهر رمضان المبارك في تعزيز وتقوية إرادتنا وأيضا عزيمتنا وتقوية وتهذيب ذواتنا. هي فرصة بالفعل لإمكانية
تعزيز هدول النقاط بشكل يعني تفصيلي أكثر ويومي أكثر بحياتنا. ذكرت الأستاذة نورة العديد من النقاط المهمة، وهو إمكانية توحيد العائلة بجو واجتماعات على ما يبدو أن تكون شبه يومية وحتى أسبوعية فيما يعني مع بعض، لحتى يتم النقاش ربما الصعوبات اللي بتواجههم، ربما المخططات التي يمكن أن يأخذوها بعين الاعتبار لحتى كجو من التناغم الأسري فيما بينهم. هذا الشيء من بالفعل اللي عم يعززه شهر رمضان المبارك، وفرصة فعلية وذهبية، وخاصة هلا نحن صار جو العائلة أكثر حميمية لربما مع عدم القدرة على استقطاب المزيد من الأشخاص وعدم القدرة على استقطاب المزيد وعمل العديد من الزيارات. جو العائلة صار محدد أكثر، تفصيلي أكثر، أقرب لما يكون إلى بشكل يعني حيوي أكثر. أستاذة نورة ما بعرف صارت جاهزة معنا؟ أستاذة نورة تمام بإذن الله. ما بعرف إذا بنقدر نحن نرجع يكون معنا الأستاذة نورة عن جديد، كنا حابين نحكي الخطوات العملية العامة اللي قدمتناهم بالبداية، لكن نحن حابين نقول الدروس الفعلية التي يجب أن نتصرفها ونقوم فيها من بداية يومنا من خلال السحور وحتى الأفطار أو إلى وجبة السحور لتاني نهار. كيف ممكن عن جد نقوي إرادتنا بهذا اليوم بيوم رمضاني حقيقي؟ نبلش من البداية الخطوات الأساسية، سواء كانت فيما يتعلق بتنظيم الوقت اللي ذكرته الأستاذة نورة، أيضا فرصة للتواصل مع العائلة، فرصة لتقوية الإرادة والصبر، الامتناع عن بعض العادات السلبية كالاستخدام الكثير لربما الانترنت والموبايل والسوشيال ميديا، الفرصة للتقرب من الله أكثر عن طريق قراءة القرآن، الاستغفار، العبادات. كل هذه النقاط لربما تكون دروس عملية وحقيقية وخطوات فعلية في يومنا في صيامنا خلال الشهر أو خلال رمضان. ما بعرف متابعينا، نعم على ما يبدو الأستاذة نورة عم نحاول نحن نرجع أكيد نتواصل معها. متابعينا هيك بنكون نحن وصلنا لختام حلقتنا لليوم، برنامج معكم في رمضان. نحن حابين نستقبل اتصالاتكم بإذن الله، حنخصص يوم الجمعة لنستقبل فيه اتصالاتكم، نشوف شو في عندكم مواضيع حابين تتناقشوا فيها ونتناقش فيها مع الأخصائيين مع الدكاترة والباحثين والاستشاريين، لربما مشكلة أحد المشاكل من أحد الصائمين المتصلين أو المستمعين المشاهدين حابين يحكوا فيها، لنتناقش بإذن الله مع ضيوفنا خلال الأسبوع القادم. يوم الجمعة حيكون مخصص لاتصالاتكم، بنذكركم بإذن الله بأرقام التواصل وأيضا بإمكانية تعليقكم وكتابة مشاركاتكم وتعليقاتكم على بثنا المباشر على الفيسبوك أو حتى على اليوتيوب. أما هلأ فصار الوقت لنختم حلقتنا ببرنامج معكم في رمضان. لقاءنا أكيد رح يتجدد بإذن الله يوم بكرة يوم الأربعاء بيوم جديد، يوم رمضاني جديد. تبوا بألف خير، إلى اللقاء. بالهم بنطلب رزقتنا والأمل بيرسم خطوتنا وحياتنا أفراح وسعادة حب وراحة بال وإرادة ونخلي الأيام معنا مسك الفرحة اللي بتجمعنا.